ازيك شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله شباب هنتكلم عن طريقه عشان تقدر تضيف زرار التبرع في ماب بليز دونيت. وطبعا شباب، بس كنت عايز اكد على حاجه مهمه جدا، انك تدخل سيرفر الديسكورد شباب، لان طبعا شباب بنعمل فعاليات هناك ووزعنا شويه روبوكس. فطبعا شباب لما نوصل 1000 بقى هنوزع روبوكس اكتر ان شاء الله. طبعا شباب بس عايز اكد على السريع بس على السبسكرايب يا شباب، عشان نتفق جدا بنتفرج على فيديوهات مش مشتركين، دي مشكله كبيره جدا يا شباب. لان شباب عايزين نوصل بقى 50,000، بس احنا قربنا جدا 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 على 30,000، فشكرا على 30,000 يعني. وطبعا شباب كنت عايز اطلب منكم طلب برضو على السريع، ادوني افكار فيديوهات يا شباب. يعني انت لو عندك فكره فيديو انت شايف اللي هي كويسه اكتبها في التعليقات، وان شاء الله لو عملت الفكره دي هكتب اسمك انك قلت لي الفكره. وبس كده يا شباب، يلا نبدا في الفيديو. وطبعا شباب دلوقتي احنا هنتكلم على السريع بس هي ايه زراير التبرع، عشان في ناس مش فاهمين دلوقتي. وطبعا شباب هي دي زراير التبرع شباب. حرفيا شباب انت ايه فكرتها؟ ان حد مثلا صاحبك بيشتري مثلا ب 10 روبوكس، بيخصم من اكونته 10 روبوكس وبيجي لك انت 60%، اللي هو هيجي لك 6 روبوكس. تمام؟ لان صراحه شباب روبوكس تاخد 30% وصاحب ماب بياخد 10%. يعني مثلا لو تبرعت ب 10 روبوكس، حازم صاحب ماب بليز دونيت هياخد 1 روبوكس. المهم يا شباب، انا كده شرحت بس ايه فكره الزراير، ودلوقتي هنشرح ازاي تقدر تجيب الزراير ذات نفسها. وطبعا شباب الشرح ده هيكون للتليفون والكمبيوتر، فلو انت تليفون اتفرج الفيديو للاخر، وانت كمبيوتر اتفرج الفيديو للاخر وبس. يلا بينا. وطبعا شباب دلوقتي احنا على موقع روبلوكس، وهقول لكم ازاي تقدروا تضيفوا الجيم باس. لكن طبعا شباب بس عشان نكون بدأنا على اضافه، هنعمل ايه؟ هنعمل اكونت جديد خالص في روبلوكس. عشان بقى يلا نعمل اكونت، يلا بقى ندوس كده ولوج اوت. المهم يا شباب دلوقتي هنعمل اكونت جديد، هندوس على كلمه ساين اب ونعمل اكونت من اول خالص. هنعمله بعيد ميلادي طبيعي جدا. لو حد عايز يجيب لي هديه يجيبوا لي هديه، ما عنديش اي مشاكل. تمام؟ هنعمله اتولدت سنه 1924، سنه منطقيه جدا. مازن بلايز تيست 00. تمام؟ اسم جميل جدا. او شباب بصراحه خليه ايه، مازن بلايز 001، اسم جميل جدا برضو. وطبعا شباب دلوقتي هندوس على كلمه ساين اب ونعمل اكونت عادي جدا. وطبعا شباب اهو عملنا الاكونت روبلوكس عادي جدا. طبعا شباب الاكونت جديد خالص ما فيهوش اي حاجه حرفيا. يعني احنا مثلا دلوقتي دخلنا ماب بليز دونيت هنلاقي ان مفيش اي زرار تبرع، وهوريكم الشكل بيطلع لكم ازاي لما انت ميبقاش عندك اي زرار تبرع. وطبعا شباب اهو دخلنا الماب، لو روحنا نعمل الكليم الستاند اهو هيقول لنا ايه، you have no items for sale for buttons to appear on your booth please boot closing or a game pass on sale and refresh click on the plus button on your booth for quick tutorial. هو حرفيا هيقول لك تاتوريال كل الكلام ده. لكن شباب صراحه التاتوريال مش احسن حاجه، انا التاتوريال بتاعي احسن، شرحي احسن. المهم دلوقتي شباب هنروح بقى على الموقع روبلوكس تاني. تمام؟ بعدين نروح على كلمه ايه، كلمه كرييت. هنعمل دلوقتي شباب، هنلاقي شباب الماب بتاعنا، لو انت نزلت شويه هتلاقي الماب بتاعك اهو شباب، لان هم صراحه شباب غيروا كل حاجه في الكرييت حرفيا، فالموضوع بقى معقد شويه بالنسبه لناس كتير يعني. المهم هدوس على كلمه مانج اكسبيرينس، لو انتم شفتوش اهو مانج اكسبيرينس. تمام؟ بعدها شباب ندوس على كلمه اسوسييتد ايتمز. تمام؟ بعدين نروح شباب على كلمه باسز. تمام؟ بعدين شباب ندوس على كلمه كرييت اباس. تمام؟ طبعا شباب انت مش لازم ترفع صوره، كان زمان لازم تحط صوره، لكن دلوقتي شباب مش لازم تحط صوره، فممكن تكتب اي حاجه حرفيا، ممكن نكتب زيرو بس كده يتقبل عادي جدا. طبعا شباب هندوس على كلمه كريت باس دلوقتي. دلوقتي المفروض شباب المفروض عملنا الجيم باس ده. تمام؟ بعد ما نعمله شباب هندوس عليه. تمام؟ بعد شباب نروح على كلمه سيلز بس كده. دلوقتي هنعمل مثلا 5. تمام؟ حلو قوي، احنا كده عملنا اول جيم باس ب5 روبوكس. هنعمل شباب 2 مثلا عشان ايه نتاكد والكلام ده كله. وطبعا شباب زي ما شايفين اهو كتبت رقم متخلف، وبعديها شباب هتدوس على كلمه سيف تشينجز عادي جدا. وبس كده احنا عملنا شباب 2 جيم باس، واحد تقريبا ب5 وواحد ب 333 مليون، مش عارف الرقم مش عارف اطلعه صراحه. فعارفين شباب دلوقتي احنا لسه في روبلوكس عادي جدا. فهنعمل ايه شباب؟ هنروح بقى على الزرار بتاعنا او المكان بتاع التبرع بتاعنا. بعدها شباب ندوس على كلمه ريفرش. الريفرش دي المفروض شباب زي ما انتم شايفين اهو طلع علينا شباب الرقم متخلف ده، كان 33 مليون، رقم جميل جدا، وطلع لنا شباب الخمسة روبوكس بتاعنا. فممكن نشحت من حد نقول له هاتوا 55 مليون روبوكس بليز، يا ابني هات روبوكس، هات روبوكس، عايز روبوكس كتير. يا نهار ابيض، ما حدش بيدي روبوكس ليه؟ شكل الرجاله ما حدش بيدي روبوكس لحد. يا رجاله الموضوع مزعج جدا صراحه. المهم يا شباب كده احنا اتاكدنا خلاص ليه شغال الحمد لله. طبعا شباب كده احنا اتكلمنا دلوقتي شباب عن طريقه الكمبيوتر، دلوقتي شباب هنتكلم عن طريقه الموبايل. طبعا شباب طريقه الموبايل ما تختلفش كتير بس هنشرحها بالتفصيل. الواد ده واقف ليه قدام الستاند ده يتبرع ولا ايه؟ اتبرع يا ابني. بيقول لي معايا بيقول لي هنا معايا 33,000 روبوكس. يا نجم دول 33 مليون.
ما شاء الله يا عم، يلا بينا على طريقة الموبايل يا عم بسرعة. وده عشان دلوقتي احنا على حاجة اسمها بلو ستاكس. ده عشان ده عبارة عن محاكي للتليفون، فعارفين شباب دلوقتي انا اكني على تليفون بالظبط، فهو تليفون معلق شوية بس تليفون يعني. المهم يا شباب دلوقتي هنعمل ايه؟ هندخل يا شباب على البلاي ستور عادي جدا، بعدها يا شباب نكتب كلمة ايه؟ نكتب كلمة ايه؟ كروم. تمام. طيب شباب في ناس مش عندهم كروم، مين دول؟ معرفش، اللي ممكن اندرويد يكون قصدي الايفون مش عليه، ما عندوش كروم، عنده سفاري، فنزل كروم احسن يعني اسهل صراحه. طيب شباب يعني هتنزل كروم عادي جدا وتعمل له ابديت لو انت مش عامل له ابديت يعني، عشان ليه لا يعني. وطبعا شباب اهو المفروض دلوقتي الابديت بيخلص، فلما يخلص ابديت بقى نرجع بالسلامه. وطبعا شباب اهو دلوقتي احنا على كروم عادي جدا، بعد شويه بنكتب كلمه روبلوكس عادي جدا برضو موقع روبلوكس العادي، بعد شويه دلوقتي ندوس على كلمه كونتينيو ان براوزر. وطبعا شباب انتوا اوريدي هيكون عندكم اكونت في روبلوكس، لكن انا هعمل اكونت تاني جديد في روبلوكس. ما شاء الله نزلت من كميه الاكونتات. ايوه شباب انا مولود السنه دي، حلو والله، حلو السنه دي كويس. طبعا شباب دلوقتي هنكتب الاكونت بتاعنا. حلو شباب، لقينا اسم كريتيف جدا شباب، وهو بدل ما لازم بلايز 00 لازم بلايز 01. حلو جدا، اسم جامد جدا. طبعا شباب اهو المفروض دلوقتي كتبنا الباسورد لماتين، وهنعمل شباب كلمه ساين اب. تمام، المفروض دلوقتي خلاص كده عملنا الاكونت في روبلوكس يعني. وطبعا شباب بقى احنا كده دلوقتي على روبلوكس عادي جدا، ومش لازم اوضح لكم قد ايه بقى الاكونت ما فيهوش اي حاجه اصلا ولا في اي زرار تبرع يعني. فطبعا شباب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ طبعا شباب زمان كان في خطوه لازم نعملها قبل ما ندخل على زرار الكريت، لكن طبعا شباب شالوا الخطوه دي. طبعا شباب هي كانت خطوه ديسكتوب سايت. طبعا شباب دلوقتي ممكن ندوس على كلمه كريت على طول عادي كده، بعدين ندوس على ثلاث شرط، بعدين ندوس على ايه يا شباب؟ هندوس على كلمه الداشبورد. تمام، هنلاقي شباب دلوقتي الاكسبيرينس بتاعنا اللي هو الماب بتاعنا اللي هو اسمه مازن بلايز 01 بليس. تمام اهو، تمام اهو دوسنا على الماب ده، بعدين شباب هندوس على الثلاث شرط دول، بعدين شباب ندوس على كلمه اسوسييتد ايتمز. تمام، بعدين شباب هندوس على كلمه باسز اللي هي زي الجيم باس بالظبط، حرفيا شباب نفس بالظبط خطوات الكمبيوتر، حتى خطوه زياده الوحيده كانت موجوده دلوقتي شباب اتشالت دلوقتي. طبعا شباب اهو قدامنا اهو كريت اباس. طبعا شباب انت مش لازم تحط صوره زي ما قلت مليون مره، هتحط مثلا الاسم 9 بعدين تدوس على كلمه كريت باس. طبعا شباب الاسم غير البرايس يعني ما تلخبطش، واخد بالك انت، هتدوس دلوقتي على بتاع دي نفسها الايكون بتاعت الصوره دي ذات نفسها يعني. بعدها شباب هندوس على كلمه سيلز. دلوقتي شباب كده هو السعر بالروبوكس اللي احنا عايزينه. طبعا شباب دلوقتي ممكن نكون عايزين مثلا كام، يعني رقم محترم كده اهو، رقم محترم جدا. تمام اهو، ما عندهاش البليون ده 100 مليون تقريبا تقريبا يعني. اهو شباب هندوس دلوقتي على كلمة سيف تشينجز. دلوقتي شباب قدامنا جيم بس واحد بس ب 100 مليون تقريبا، او بمليار تقريبا بمليار. طبعا شباب عشان يتأكد بقى ان الدنيا ظبطت وكل حاجة، لازم الشباب ندخل دلوقتي من روبلوكس اللي تحت الكمبيوتر عادي جدا. دلوقتي شباب احنا خلصنا خلاص خطوات الزراير، بس ندخل منكم الروبلوكس على الكمبيوتر نتاكد بقى الزراير فعلا نضاف. وطبعا شباب زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي احنا على الاكونت ده من كروم بتاع الكمبيوتر، هنكتب شباب كلمه بليز دو نيت. تمام شباب، قدامنا اهو ماب بليز دو نيت الاجنبي طبيعي جدا. بعد شباب دلوقتي هندوس على كلمه ايه؟ الزرار بتاع الجوين، فهندخل دلوقتي الماب عادي جدا. وطبعا شباب اهو دخلنا الماب عادي جدا. دلوقتي لو احنا هنعمل كليم للسنه شباب، هنلاقي شباب الرقم المتخلف ده تقريبا ده 100 مليون. وبس كده شباب، اظن كده كان الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا، يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات، وبس سلام.